هذا طال عمرك هذا أحد التجار جلس من عياله، عيال الثلاث، قال يا عيالي إن مت بعد عمر طويل وش بتسوي؟ قال الأول يبقى والله لابني لك مساجد وأحط لك من أمور الخير ما الله به علي. قال وانت الثاني؟ قال الثاني أنا يا أبوي والله إن شاء الله أحفر لك أبار في أفريقيا وفي الدول المحتاجة هناك. قال الثالث أنت يا الثالث؟ قال أنا؟ قال نعم. قال يبه؟ قال نعم. يقوم يعطي أبوه حصتين. قال يبه؟ قال سم. قال الأولى احذفها وراك. حذفها وراه. قال تشوفها؟ قال لا والله ما أشوفها. قال الثانية؟ قال نعم. قال احذفها قدامك. قام حذفها قدامك. قال تشوفها؟ قال اي والله أشوفها. قال يا أبوي اعمل أعمال تشوفها الحين قدامك، اللي وراك لمت والله ما تدري يبه نسوي ولا ما نسوي، فافعل أعمال تراها أمامك يا أبوي. هذه رسالة حقيقة يا أخوان، اعمل أعمال الآن قبل أن تموت، والله ما تدري يحطوا لك أبار ولا يحطوا لك مساجد. الآن اعمل بشيء تراه أمام عينك وتتابعه وتراقبه حتى تجده عند الله. الله يوفقكم.